السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه باختصار عن اعتراف خطير بالتحريف. ده كتاب رايموند براون، انجيل يوحنا ورسائله، دراسة تفسيرية مختصرة، ترجمة ماري فكري، صدر عن سلسلة افاق كتابية عن دار الاكوين. في صفحة رقم 11 بيقولوا كلام خطير قوي رايموند براون ده، وهو بيتكلم عن المخطوطات والخلافات ما بينها. بيقول: لكن اثنين من المخطوطات الشهيرة الأخرى السينائية وبيزا والمعتاد استخدام قراءتها تلك التي تختلف مع القراءات الموجودة في الفاتيكانية، وبخاصة في الفصول السبعة الأولى، ويمكن إضافة نص أكثر أصالة لعدد معين. عاوز يقول لك هنا إن في اختلافات ما بين المخطوطات، وده اعتراف إحنا جبنا عليه أدلة في الفيديوهات السابقة. هنا تحت بيقول لك: ربما نص يوحنا في الاصل اكثر ايجازا من النموذج الذي نعرفه في المخطوطات اليونانيه. عاوز يقول لك ان انجيل يوحنا كان اقصر بكتير من اللي موجود الان في المخطوطات. هنا كمان بيقول لك ايه: كان هناك اتجاه من جانب النساخ لاضافه عباره تفسيريه احيانا لعدد موجز وغامض في بعض الاحيان، وبمرور الوقت تسللت هذه الاضافه الى نصوص المخطوطات نفسها. زي ايه؟ زي عبارة: والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الفصيلة اليوحناوية دي أشهر مثال على إن دي كانت كلمة موجودة أو كلام موجود في الحاشية، وبعد كده يدخلوه في المتن وبقى كلام بينسبوه للإله. شفت إزاي؟ بس كده يا مؤمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تنشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.